الحقيقة لما دايما بنقول انه رمضان في مصر غير ودايما مصر مختلفة وكل حاجة فيها مختلفة، ده مش من فراغ. الحقيقة من طقوس المصريين في رمضان ان اخواتنا المسيحيين دايما بيعملوا موائد رحمن لإفطار الصائمين، ودي بقت عادة بتخلق المحبة والتراحم والتلاحم بين نسيج الوطن. خلينا نشوف مع حضراتكم قصة محارب رمزي اللي بيعمل مائدة الرحمن كل سنة في الغردقة. وحضرتك الموضوع احنا من جديد علينا انه ابا عن جد معانا يعني، فواخدينه وراسه في العيله، واخويا رماني الكبير بيعمل كلوسر هو اللي معودنا عليه برضه، احنا طلعنا لقينا الموضوع ده كل سنه بيتعمل، فاحنا بنمارس عيال يعني من 2015. حضرتك احنا كنا هنا فتحنا الشركه في 2015، من 2007 ما فتحنا الشركه. انا عاوز اوصل رساله للعالم كله مش المصريين، ما فيش حاجه اسمها مثل المسيح، في كلنا احنا مصريين وكلنا واحد ونسيج واحد ووطن واحد والمحبه لا تسقط ابدا.